متابعينا عبر قناة النيلين الرياضية، سيطرة نسبية لفريق المريخ في المباراة حتى الآن، خطأ لمصلحة المريخ، تقدم عدد من الأسماء، حمزة داوود، مكايا، ملعوبة الكرة من براين داخل منطقة الجزاء، والكرة في الشباك، جول! هدف مريخي أول، هدف مريخ ثابت على طول في الشباك، غلطت الحارس محمد آدم، وبالتالي أول أهداف المريخ عن طريق اللاعب إيدر. وفعلا ربنا كتب له يعني هدفين. تحدثنا في الاستوديو قبل المباراة أنه المريخ يعني في 7 مباريات سجل 6 أهداف، وبالتالي عنده مشاكل من الناحية الهجومية. هل يعني بما شاهدته في الشوط الأول المشاكل الهجومية بالنسبة لفريق المريخ مع ريكاردو أصبحت تتلاشى شيئا فشيئا؟ والله هما الرد عمليا كان جزاء، نتابع في الإعادة لنرى الإفادة، التدخل في الكرة الماضية، متابعينا في كل مكان نتابع في الإعادة، تدخل وركلة جزاء، ركلة جزاء وليست خطأ، الكرة الماضية اعتقدت بأن التدخل خارج منطقة الجزاء، لكن أبو عبيدة خضر حكم اللقاء أشار إلى ركلة جزاء، ركلة جزاء إذا لمصلحة فريق المريخ، ركلة جزاء لمصلحة فريق المريخ، التدخل الماضي كان داخل منطقة الجزاء وبالتالي ركلة جزاء مريخية. رمضان عجب الكابيتانو يتقدم، رمضان، رمضان في الشباك، جول رمضان عجب القائد. وفعلا ربنا كتب له يعني هدفين. تحدثنا في الاستوديو قبل المباراه انه المريخ يعني في 7 مباريات سجل 6 اهداف، وبالتالي عنده مشاكل من الناحيه الهجوميه. هل يعني بما شاهدته في الشوط الاول المشاكل الهجوميه بالنسبه لفريق المريخ مع ريكاردو اصبحت تتلاشى شيئا فشيئا؟ والله هما الرد عمليا كان